Wen FM 91.2. سمعتها لك اليوم تكرد فيها بالحجر، زاد جا أخوها، زاد جت أختها وأمها وأخوها الآخر، صدموا علينا، ضربوا بابا طيحوه، شدوا بابا طيحوه وضربوه ببالة، كسروا له ضلعة، خويا كسروا له فمه، وجهه أزرق الكل، أنا يدي منفخة في حالة، وبخلاف الشتم وكل شيء، ومعاهم عصابة أخرين ما نعرفهم شنو هو سبب نقاش تافه. سبب نقاش معنا تشري في البلاد هكيك، احنا نطلب مواصلات ياخذوا لنا حقنا من العائله هذه وشوفوا لنا حل حياتنا وكها، واحنا دارنا سي باش نهجوا وهدونا بالقاتل وهدونا بال، قالوا لنا نعيشكم معاقين، قالوا لنا نمروكم عيشتكم كل شيء حصيلوا، هدونا بجميع الطرق. عندنا سي محسن الفريدي فيكتيم دي اغريسيون نهار 8/4/2017، عنده تروماتيزم دي راشيس لومبير افيك اون كيموز اون نيفو دي دو افيك اون كونتيزيون افون برا دووا اون كيموز اون ريغار. بالنسبه لسي علي الفريفي العمر 75 سنه، كيف فيكتيم دي اغريسيون لا ميم دات. بالنسبه لاختم حياه فريدي عمرها 30 سنه، ميم سيركونستانس داغريسيون.